عايز اختم بقى بالحته بتاعت الكابتن عصام عبد الفتاح. الحقيقه يعني كابتن عصام يعني انا ما عجبنيش التصريح لما قال لك اللي بيطلب حد اجنبي يدير لجنه الحكام ده ما بيحبش البلد. وقلت يا جماعه يعني بلاش دايما في تصريحاتنا نحط المزايدات الوطنيه دي. يعني انا حتى لما اختلفت مع نجيب ساويرس رجل الاعمال واتكلمت وعملت ما حدش يقدر يقول انه مش وطني. يعني ده يعني ما حدش يقدر ينتزع او يمنح الوطنيه لحد. يعني ما حدش يقدر يعمل كده. فكان تصريح غير موفق للكابتن عصام عبد الفتاح. اللي غير موفق اكتر امبارح لما طلع في تصريحات لي قال لك ان 10% من الحكام بس هم اللي يصلحوا لاداره مباراه الدوري الممتاز. حد يقول كده؟ يعني تخيل ان انت عندك لو عندك 20 حكم بيديروا الدوري الممتاز مثلا ولا 15، يعني معناها ان 2 بس او 1.5 ما بقول 10% هم اللي ينفع يديروا الدوري الممتاز والباقي ما ينفعش. حد في الدنيا يبقى مسؤول؟ يعني لو انا مدير فني وفرقتي خسرت اطلع اقول ما عنديش لعيبه تنفع اصلا؟ بخلص عليه. طب منين في قائمه دوليه فيها 7 ومنين ما عنديش 10% ينفعوا؟ ما هو 7 دول معناها ايه؟ سبع حكم اللي ينفع فيهم ولا 10% للسبعة؟ هل ينفع كده سبع بني ادم؟ ده كلام؟ هل ده تصريح ممكن يتقال؟ طيب انا عايز اقول بس الكابتن عصام حاجه قبل ما اطلع الفاصل، لان هو نفسه كان مسؤول عن اداره لجنه الحكام في الامارات، فما كانش عيب، هو كان يعتبر اجنبي هناك يعني مش اماراتي، دوله شقيقه وكل حاجه، لكن هو في الاخر لو الامارات استعانت بيا انا مش اماراتي، لكن استعانت بيا في حاجه ممكن افيدهم فيها فطلبوني، فمش معناها ان اللي طلبني ده مش وطني او بيحبش البلد. هو نفسه الكابتن عصام عمل كده معاهم، وكان عضو مجلس اداره وبيدير اللجنه في الامارات لو تفتكروا، وكان بيسافر ويجي ويسافر ويجي. لكن ماشي، عايز اقول له في السعوديه اللي بقت نموذج في اداره المسابقه، يعني مش هتكلم على المستوى الفني، يعني احنا هنقول احنا المستوى الفني بتاعنا احسن من اسبانيا يا عم، واحسن من ايطاليا، واحسن من فرنسا، واحسن من المانيا، واحسن من ايطاليا، واحسن من اي حد، احنا منحازين للمستوى الفني للكره المصريه ماشي، لكن في الاداره بتاعه المسابقات هناك هم ادق وهم افضل في السعوديه. ما بقوش افضل كده يعني، ما صحيوش من النوم قرروا قالوا ما تيجي نبقى افضل، فجابوا بقى من الدرج البوكس، بما ان انا بوكس تو بوكس، جابوا البوكس بتاع الافضل طلعوه فبقوا الافضل. لا، لكن احنا عايز اقول ايه، انه الناس اشتغلت على نفسها، جابت خبير اجنبي انجليزي اللي هو هاورد ويب من 2017 هو من 2015 عفوا هو اللي بيدير لجنه الحكام هناك. اللي جابه محدش قال له انتزع منه الوطنيه، بس النتيجه ايه النهارده؟ ما عندهمش مشاكل في التحكيم، بالعكس ده هم بيمنحوا كمان لكل نادي لغايه النهارده رغم ان هم تطوروا جدا، بس بيمنحوا لكل نادي حق ان يجيب 7 اطقم تحكيم اجنبي على مدار الموسم، وان لجنه التحكيم بتجيب حكام اجانب على مدار الموسم بتاعتهم طالما في احتياج لده، لغايه ما يقوي الحكم بتاعه ولغايه ما يعلم الحكم بتاعه. مش عيب خالص، مش عيب، لان انت من عناصر، بص انت عايز اللعبه دي اللي هي كره القدم تسوقها، وبدل ما هي تبقى مصدر مداخيل في الدوله او دايره المال بتاعتها مثلا مليار، مليار ونص جنيه، 2 مليار جنيه زي ما يكون، انت عايز تخليهم 20 مليار. ما هو ده اقتصاد، ما ده بعد اقتصادي برضه، مش كده برضه؟ عشان تعمل ده لازم اللعبه دي تبقى في السماء، وعشان تبقى في السماء لازم تنظيمها يبقى قوي جدا، وعشان يبقى تنظيمها قوي جدا لازم بس تلفزيون على اعلى مستوى، لازم ملاعب على اعلى مستوى، لازم تحكيم على اعلى مستوى، عشان الناس تثق في التحكيم فتثق في العداله، فتبقى تيجي الماتشات فتبقى الناس مبسوطه مش قاعده متضايقه ومخنوقه على بينالتي ومش بينالتي والكلام الفارغ ده اللي احنا بنشوفه ده. انا بقول لكم السعوديه اهو، لا بقول لكم المانيا ولا انجلترا ولا فرنسا، السعوديه جابوا الراجل هاورد ويب ده الانجليزي، وبعد كده مشي في مايو 2017 جابوا واحد تاني اسمه برضو انجليزي اسمه جلاتنبرج من 2017 كمل معاهم لغايه مارس 19، وبعدين كان مرتبه 185,000 ريال، والله لا اشوف لكم بكام بالمصري عشان تعرفوا بس ايه 185,000 ريال في السنه في الشهر في انت بتتكلم حوالي 830 ل 850 الف جنيه شهريا، يعني في السنه 10 مليون جنيه مصري راتب. كابتن عصام بيعمل متطوع عندنا فمش مدينا وقته، فبيذلنا، بقول لك انا هستقيل، كل ما حد يقول له بام يقول لك انا ماشي،
لانه متطوع. هناك الراجل بياخد ما يقرب من 1,000,000 جنيه، بس هو نجح في نجحه في ان هم يجعلوا من التحكيم عنصر قوي جدا، فاللعبة تطورت جدا. شوف بقى تسويق الدوري السعودي كام وتسويق الدوري المصري كام. احنا لما بنقول النادي الاهلي بياخد في السنه 400 مليون ولا 500 مليون، يا بجد ان قيمه الدوري المصري النهارده 500,000 لو حد بيشتري بس فضائي، يا بجد انت بتتكلم هناك مليارات، لان هو في الاخر قوى الاعمده الرئيسيه للنهوض باللعبه اللي منها التحكيم. يا كابتن عصام عايز تقعد تقعد يا كابتن عصام، مش عايز تقعد ما تقعدش. قال لي اللهم بلغت اللهم فاشهد.